كل عام انتم بخير. طبعا جايين احنا والعيله مبسوطين كثير، جايين نشارك ونحتفل مع بعض بالعام الجديد بمهرجان زايد، مبسوطين كثير طبعا. مثل ما سمعنا انه اليوم حتدخل ابو ظبي مثل العاده يعني بموسوعه جينيس بالالعاب الناريه لمده نص ساعه، فجايين مبسوطين كثير وجايين نشوفها ونحضرها ونبسط مع بعض ان شاء الله. والله بتمنى انه العام الجديد اللي يكون مثل باقي الاعوام ان شاء الله، كله خير وبركه مثل ما اعتدنا هون بدوله الامارات العربية الكريمة، انه تكون ان شاء الله سنة خير، سنة مليانة عطاء وشغل ومحبة. والله مبسوط كتير، وكل الناس يعني رفقاتي واللي برا واللي جوا كله بيحسدوني على المكان اللي انا فيه، على الاحتفالات اللي حتصير اليوم. طبعا اضخم احتفالات بالعالم حتكون موجودة هون، فالشي بيبسط صراحة وشي يعني ما فينا نعبر عن مدى السعادة اللي احنا فيها.